شو جاب علي؟ جاب لي راسي عدل. ما لي أدراني ساوي. أنا بساعدك. أكيد. كيف؟ ما بتخربي لي المطبخ؟ لا. طب يلا أمي ساوي. بلشنا نساوي راسي عدل. شو بنحتاج يا توتي؟ ما بتعرفي؟ أنا بخبرك. هنحتاج كيلو بسكويت، وهذا السكر، ثلاث معالق ونص سكر، وحليب، وثلاث ارباع اللتر حليب، وجوز هند. هلا جوز هند حيكون اكثر بدنا من هيك للتزيين، وكاكاو. كاكاو بنحتاج اربع معالق ومعلقه زبده والزبده. هلا حناخذ البسكويت ونطحنه. فيها ماما هلا هناخدها ونفرمها هيك. البسكويت هيك البسكويت توتي نزلي شيلي يلا هيدي هيك هلا حطيه هيك هيك سويناها. هلا اخر وجبه هلا هون حطيناها. هلا بناخذ عنا الدوله نحط فيها الحليب. حطي الحليب فيها فوتي شوي ماما. بنحط فيها كاكاو شنو؟ لا فينا نحط فيها هي تطلع طيبة طعمتها، وفينا نحط فيها فانيليا كمان تطلع طيبة. هلا ناخذ معلقة كبيرة زبدة. يلا حطيها توتي. هلا بنحط السكر توتي. هلا بنحطهم على النار لحتى يسخنوا شوي يدوبوا مع بعضهم وبنرجع. نحنا خلصنا شلناها تفترت هي تفترت. شوفوا كيف منظرها. هي الزبده ما ذابت توتي. حركيها لتذوب ماما. هلا حنضيف الحليب على البسكويت وبنشوف. يلا توتي حطي ماما شوي شوي. طيب حطيها على جنب. هلا بنفركه. هلا طلعت عنا هيك هيك. هلا شوفوا شوفوا الطراوة كيف. هلا بنعمله كرات وبنرجع لكم. شو انا كنت اعمل كرات؟ شو بدك تعملي؟ كرات. يلا هتساعدني توتي. شو هلا هلا حنعمل كرة. هيك تقريبا حجمها. هنحطها بجوز الهند هيك. نحطها بالصحن. هي ولحتها. هلا توتي لاياهم كرة وهي عم تحطهم بجوز الهند. هي الثانية نحطها بجوز الهند. يلا توتي فركي ماما. حطيها عمليها هيك. ها حطها بجوز الهند. هي صارت عنا الثانية كمان بنحطها هون. هيك لنخلص الصحن. بنساوي الصحن وبنرجع لكم نفرجيكم كل منظر كيف. هي خلص معنا الصحن. هي توتي خانم ساويته للصحن. دوقي توتي لنشوف كيف الطعمة. وليد الصحن طيبة أحبتي. إيه. يا شاركوا الفيديو. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. صحتين وهنا.